تقول السائلة: امرأة حرمها والدها من الميراث وأعطى جميع ما يملك للذكور فقط، هل هي تأثم أو هل هي آثمة إذا لم تسامح الأب؟ عليها أن تراجع المحكمة، تراجع المحكمة الشرعية وتذكر للقاضي هذا التصرف السيء، والقاضي يستدعيه ويجري عليه الحكم اللازم، لأن هذا ظلم، تصرف في المواريث، وهذا أمر لا يجوز ومضادة لحكم الله عز وجل. الله جعل للنساء مواريث، للنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين، والمرأة ترث سواء كانت زوجة أو أما أو بنتا أو أختا، جعل الله لها الميراث، فلا يجوز لأحد أن يحرمها من ميراثها الذي جعله الله لها، فعليها أن تتقدم إلى المحكمة، والمحكمة تحضر هذا الرجل وتجري عليه حكم الله سبحانه وتعالى. نعم.